في نادي الشباب، النادي أيضا في العاصمة الآخر، بدأ الجهاز الفني للفريق الأول بنادي الشباب برودوم اليوم بتطبيق البرنامج التدريبي الاحترافي المتكامل للفريق الأول الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الفرق الرياضية في المملكة. انطلق البرنامج التدريبي الساعة 11:30 صباحا من تدريبات لياقية في الصالة الداخلية المغلقة وفي صالة الحديد، وفي نهاية التدريب الصباحي تناول اللاعبون وجبة الغداء، ومن ثم منح فترة راحة لأكثر من ساعتين في المعسكر الداخلي بالنادي. عقب ذلك واصل الفريق تدريباته المسائية في النادي استعدادا للمباراة القادمة أمام الرائد.